فريق جمعية أمل عين مليلة استقبل في هذه الجولة فريق شبيبة الصورة في مباراة قوية. الفريقان دخل منذ البداية بخطة هجومية فكانت الفرص من الجانبين، كهاته الفرصة للعب بليلي بعد تبادل جميل للكرة لكن التسديدة خارج الإطار، فكان الرد من جانب شبيبة الثورة في هذا التوغل لحميدي على الجهة اليسرى يوزع كرة عرضية تجد زيدي الذي يسكنها في المرمى، كان ذلك في الدقيقة 44 ليعلن بعدها الحكم بكواسة نهاية الشوط الأول بتقدم الزوار. الشوط الثاني دخله الفريق المضيف بقوة، بليلي يتوغل في منطقة العمليات يعرقل والحكم بكواسة يعلن ضربة جزاء يتولى تنفيذها حامية بنجاح معدلا النتيجة. هدف جعل المباراة تعيش سوسبانس حقيقي مفتوح على كل السيناريوهات، فالفرص موجودة من الجانبين وكل فريق يبحث عن هدف ثاني يزن 3 نقاط ثمينة، لكن صافرة بوكواسا كانت أسرع في إعلانه لنهاية مباراة مثيرة انتهت بنتيجة متعادلة وفي روح رياضية عالية. كان عندنا عمل كبير على الجانب البسيكولوجي، حاولنا نرفع المعنويات ورجعنا، يعني احنا نلعبوا مقابله بعد مقابله ونتمتعوا بالمقابله تاعنا، اي مقابله نتمتعوا بها. كملنا هذه كان لقاء تاع وفاق الصيف ان شاء الله نحضروا له ثاني الاسبوع تاعه ونتمشوا ماتش بار ماتش ان شاء الله، هذا هو الهدف تاعنا. الماتش تاع اليوم نقول كان شيق من الدقيقه الاولى الى اخر المباراه. نظن بلي كانت امكانيات باش نفوزوا في هذه المقابله امام يعني الرئيس تاع البطوله اللي قدم وجه ثاني ايجابي. نظن بلي من ناحيه نوعيه اللعب راضين بزاف من جهه الفريق تاعنا خاصه في المرحله الثانيه.